أكمل الله إنشاءها في الرحم قبل أن يولد الإنسان، وجعلها متيقظة لا تنام، فهي أداة الاستدعاء من الموت إلى الحياة، ووضع فيها سبحانه التوازن الجسدي في الإنسان، وجعلها كذلك أداة تلقي المعلومات التي بها يقام الوزن بالقسط أو يخسر الميزان. ولذلك شرفها سبحانه وقدم ذكرها على حاسة البصر في القرآن، وجعلها آخر ما يغادر الدنيا بعد موت الإنسان. تعرف حاسة السمع بأنها قدرة الأذن على التقاط ترددات الموجات الصوتية المنتقلة عبر عدة أوساط مادية كالأجسام أو السوائل أو الغازات أو الهواء. السمع عملية معقدة، فكل شيء يتحرك يحدث صوتا، ويتكون الصوت من اهتزاز جزيئيات الهواء التي تنتقل في موجات إلى الأذن، حيث يتم تحويلها إلى اهتزازات تنتقل عبر الأذن الداخلية ثم إلى العصب السمعي، ومنه إلى الجزء المسؤول عن السمع في الدماغ، والذي يقوم بدوره بترجمة هذه الإشارات العصبية إلى ما نسمعه من أصوات. وتختلف الأصوات من حيث التردد والشدة، فالتردد هو عدد الذبذبات التي تحدث كل ثانية وتقاس بالهرتز، أما شدة الصوت فهي كمية الطاقة في موجة الصوت وتقاس بالديسبل. إن حاسة السمع هي من أهم الحواس لدى الإنسان، وقد ذكرت كلمة السمع ومشتقاتها في القرآن الكريم 185 مرة، بينما وردت كلمة البصر ومشتقاتها 148 مرة فقط، وترادفت كلمتا السمع والبصر 38 مرة. وفي جميع الآيات القرآنية قدم الله السمع على البصر، كقوله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إلا في آية واحدة فقط قدم الله ذكر البصر على السمع كحالة استثنائية في الآخرة، تجسيدا لهول ما ستشخص له الأعين من عذاب آنذاك، فقال سبحانه: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وفي تقديم الله السمع على البصر في آيات القرآن الكريم تشريف للسمع وإعجاز علمي بدأ العلم يكتشف بعضه، فالجهاز السمعي يتطور جنينيا قبل جهاز البصر، ويتكامل وينضج حتى يصل حجمه في الشهر الخامس من حياة الجنين إلى الحجم الطبيعي له عند البالغين، ولا يكون ذلك إلا في الإنسان. وبذلك فإن الجنين يسمع الأصوات وهو في رحم أمه، بينما لا يبصر النور والصور إلا بعد ولادته، بل ولا يكتمل نضوج العينين إلا بعد سنوات. والأذن لا تنام أبدا حتى عند النوم، فإنها تبقى متيقظة لأنها أداة الاستدعاء التي توقظ الإنسان من نومه. قال سبحانه وتعالى في أصحاب الكهف: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وبتعطيل سمعهم كتب الله لهم النوم مئات السنين. ومن الحقائق التي تجعل السمع أكثر أهمية من البصر هي أن تعلم النطق يتم بالدرجة الأولى عن طريق السمع، فإذا ولد الإنسان وهو أصم فسيصعب عليه التأقلم مع بيئته الخارجية، ويحدث له قصور عقلي وترد في مدركاته ووعيه وذهنه. وبذلك فإذا فقد الإنسان سمعه قبل أن ينطق فإنه لن ينطق أبدا ويصبح أبكم. قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والسمع يرتبط بمراكز التفكير العليا في المخ ارتباطا وثيقا، لذلك قال سبحانه وتعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ومن أسباب تقديم الله السمع على البصر في القرآن كذلك أن مركز السمع في قشرة المخ متقدم على مركز البصر، فمركز السمع في الفص الصدغي
ومركز الإبصار في الفص الخلفي. بل ومن دقة القرآن الكريم أنه يفرق بين قوة الإدراك المتمثلة في السمع والبصر وبين أدوات الحس المتمثلة في العين والأذن، وهي أعضاء للاستقبال فقط. وبما أن العين تقع أمام الأذن في رأس الإنسان، فإنه قدم العين على الأذن في القرآن الكريم حسب ترتيبها الحسي في الرأس، فقال سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن. ومن دقة القرآن الكريم كذلك أن كلمة السمع تأتي في القرآن الكريم بصيغة الإفراد، وأما كلمة البصر فتأتي بصيغة الجمع، كقول سبحانه وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولم يقل سبحانه سمعكم وبصركم. لماذا؟ لأننا لو تواجدنا في مكان واحد فكلنا سنسمع الشيء نفسه، فالصوت ينتقل إلى الأذنين من جميع الاتجاهات، ولكن البصر يعتمد أين ينظر كل واحد منا، وبذلك اختلف البصر وتوحد السمع. لقد قام الباحث والطبيب الفرنسي ألفريد توماتيز على مدى 50 عاما بدراسات على حواس الإنسان، واستنتج أن حاسة السمع هي أهم حواسه، حيث أنها تتحكم في الجسم كله، من توازن وتنسيق للحركة إلى تنظيم العمليات الحيوية، بل والتحكم في الجهاز العصبي. وأن الأذن الداخلية موصلة بجميع أعضاء الجسم، من القلب للرئتين للكبد والمعدة والجهاز الهضمي، ولذلك نجد أن ذبذبات الصوت تؤثر على الجسم كله. أما حفظ التوازن فيتم في الأذن الداخلية، حيث تحتوي على أعضاء خاصة تستجيب لحركات الرأس، فتعطي الدماغ معلومات عن أي تغيير في وضع الرأس، وبدوره يقوم الدماغ ببعث رسائل إلى جميع العضلات التي تحفظ الرأس والجسم متوازنين، كما هو الحال في الوقوف أو الجلوس أو السير أو أي حركة أخرى. وأي خلل في هذه الوظيفة يجعل الإنسان غير قادر على القيام بأبسط الحركات مثل الوقوف، وتجعله يشعر بالدوران ويسقط. كل شيء في الكون في حالة اهتزاز وتذبذب بما فيها كل مكونات جسم الإنسان. ومن المسلمات العلمية أن طاقة ذبذبات الصوت تحدث تغييرا في المادة، خاصة على الماء الذي يشكل أكثر من 70% من جسم الإنسان. وقد أثبت العلم الحديث العلاقة الوطيدة بين ذبذبات الصوت وصحة الإنسان، بل وأصبح هذا الأمر من أهم مواضيع البحث في العصر الحديث. بل ويذهب دكتور ليونارد هورويتس مؤكدا وجود أصوات ذات ترددات خاصة تحمل طاقة إيجابية تؤثر في تركيبنا الجيني وقدرتنا على تحقيق الشفاء الذاتي من داخلنا. وقد استطاع عالم الفيزياء الحيوي الروسي جوتر غارجاجيف إثبات ذلك، بل وبين مدى توافق لغة تركيب الجينات ولغة تركيب الحروف في الكلمات، وهذا يفسر ما للكلمة الطيبة أو الخبيثة أو المدح أو الذم من تأثير قوي على الإنسان. بل واستطاع فريق الباحثين إصلاح الخلل الجيني الوراثي عن طريق ترددات صوتية محددة، والتي هي شكل من أشكال الكلمات، عوضا عن الطريقة التقليدية المختبرية في إصلاح الخلل في الجينات. أليس هذا ما جاء الرسل والأنبياء ليؤكدوه لنا على مر العصور والأزمان؟ أننا قادرون على تغيير أنفسنا وإعادة برمجتنا لنصبح خلقا آخر، ونحيا حياة أخرى طيبة بالكلمات الصالحات والدعوات والصلوات التي تحثنا وتحفزنا على فعل الخيرات. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد أثبت العلم أن هناك أصوات وترددات تعين على شفاء الإنسان على قدر موافقتها وانسجامها مع الطبيعة والكون وفطرة الخلق ونفس الإنسان، كصوت أمواج البحر وماء النهر وخرير الماء وتغريد الطيور وزقزقة العصافير والأنغام الهادئة وحفيف الأشجار. وفي المقابل هناك أصوات تتعارض مع الطبيعة والفطرة، كالأصوات العالية والموسيقى الصاخبة والتلوث الضوضائي الذي يؤدي إلى أمراض كثيرة، من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والجلطات وضعف المناعة وضعف التركيز
وغيرها كثير. وفي تقرير حديث صادر من منظمة الصحة العالمية أفاد بأن التلوث الضوضائي يؤدي إلى أمراض في أوروبا الغربية تودي بحياة أكثر من 1,000,000 شخص كل عام. إذا كان للصوت أو الكلام كل هذا التأثير على الإنسان سواء كان سلبياً أو إيجابياً، فما هو تأثير كلام الخالق وتأثير سماع تلاوة القرآن على الإنسان؟ كان الدكتور أحمد القاضي أستاذ جراحة القلب رحمه الله قد أجرى دراسات عديدة بولاية فلوريدا أظهرت أن القرآن تأثيراً إيجابياً ومؤكداً في تهدئة التوتر، وأمكن تسجيل هذا الأثر نوعاً وكماً، وظهر هذا الأثر على شكل تغيرات في التيار الكهربائي في العضلات، وتغيرات في قابلية الجلد للتوصيل الكهربائي، وتغيرات في الدورة الدموية، وما يصحب ذلك من تغير في عدد ضربات القلب وكمية الدم الجاري في الجلد ودرجة حرارته. فالمجموعة التي كانت تسمع وتفهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين أو يتحدثون اللغة العربية أو غيرها، كانت النتائج بالنسبة لهم إيجابية بنسبة 97%. وفي مجموعة أخرى ثبت أن لسماع تلاوة آيات القرآن الكريم أثرا واضحا على تهدئة التوتر ولو لم يفهم معناها، إذ حقق إيجابية تقدر بـ 65%. قال سبحانه وتعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. لقد استحق السمع أن يكون سيد وسائل الإدراك الإنساني وأن يشرف بالتقديم في كلام الله. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لما للسمع من تأثير خطير على كل كيان الإنسان، على كل عضو من أعضائه، على كل خلية من خلاياه، على عواطفه وأفكاره، وعلى بناء أو إهدار طاقته، وعلى تجديد أو تبديد نشاطه. فعلينا أن نحمي آذاننا بأن نتخير جلساءنا ورفقاءنا ومحيطنا والبيئة التي حولنا وما يصل إلى آذاننا من كلام وأحاديث أو أصوات وأنغام، وألا نحدث بكل ما نسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه. وألا نسمع ما ليس لنا حق في سماعه، فقد نهى الخالق سبحانه وتعالى نهيا باتا صريحا عن التجسس فقال: ولا تجسسوا. وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندما يبلغه أن هناك مجلسا للمنافقين يرفض أن يبعث لهذا المجلس من يتجسس عليهم. وقد روي عن فاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل على قوم يتعاقرون الخمر، أي يشربون الخمر، فقال: كنت قد نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، وقد نهى الله عن التجسس فتجسست، وعن الدخول بغير إذن فدخلت. فقال عمر: هاتان بتلك، وانصرف ولم يعرض لهم. لقد شاء الخالق سبحانه بحكمته أن يجعل مركز التوازن الجسدي في الإنسان كله في أداة السمع في منطقة دقيقة في الأذن الداخلية. وقد يكون في هذا إشارة ولفتة لطيفة مجازية عميقة تذكرنا دائما بأهمية هذه الأداة كذلك في تحقيق التوازن والعدل في حكمنا على الأمور وإقامة الوزن بالقسط. فإننا إن استمعنا بقلوب واعية وضمائر حية هدينا السبيل، أما إن استمعنا بأهوائنا وشهواتنا ومصالحنا فلن نزد بما نسمع إلا الجهل والتضليل، وشتان بين سمع وسمع. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.